تنظيف القلوب من الحقد ومن الحسد ومن البغضاء. لقد دب الحسد الآن بين الناس، جيوبهم مملوءة وبطونهم مملوءة وثلاجاتهم مملوءة ومخاويلهم مملوءة وقلوبهم مملوءة حقد وحسد. إيش هذا يا إخواني؟ الحسد داء يقتل الإنسان. قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نظفوا القلوب ولا تحقدون على بعض. إذا رأيتم إنسان الله أنعم عليه فقولوا الله يزيده من فضله، هو أخذ حقك، ربي أعطاه، ربي جعل الخط يجي على بلاده ولا على زرعه، ربي جعلها أولاده توظفوا، ربي جعله برزق من الله عز وجل، قل الله يزيده. لكن إيش ما يجيه هو، والله أن يعرفه إنه ما كان عنده عشاليه، إنه كان يقوم الكلب يرقد مكانه وقد معه ذلحينة. طيب أخذ من حقك شيء ولا حسد؟ تعترض على قسمة الله؟ من الذي يرزق؟ إنه الله. من الذي يوزع الأرزاق بين الناس؟ الله. يقول الله